حسنا في هذا المقطع سوف نرى غباء الانميات حسب كيس المتابع، واحتمال نشوف غباء المتابع نفسه، ممكن نشوف غبائي انا، وممكن غباءنا كلنا ما ندري ايش حيصير. فهيا بنا يا مدير الى عالم الاي كيو الخفي. هلا والله، عدنا والعود احمد، واليوم عندنا فيديو لطيف يبعث على الانشكاح، وسنرى فيه اغباء انميات العالم حسب التصنيف العالمي لكيس متابعيني. هم سألتهم عن ايش اغباء انمي تابعوه، واعطيني معاك سبب مقنع لكونه غبي، وحاول تكون محترم جدا جدا جدا. وانا عارف انه في كثير حيقعد يقول هجوم العمالقة ون بيس وناروتو، بس عشانهم يدوروا مشاكل مع خلق الله، وعشان كذا انا من هذا المنطلق مستحيل اسوي اللي في بالهم، وعشان كذا حجيبهم كلهم وتزيد المشى. المهم خلينا نشوف ايش فيه من انميات عندنا، وهل اتفق ام اختلف معهم، وممكن لو انمي ما اعرفه اشوفه الان قدامكم. ايوه والله ورايا كرف شكله. Let's go. 47 ثانية فيس خجلان 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 ومصدوم، ما ادري خجلان والله ما ادري ايش يسوي. كنت ضايجة وادور على انمي فشفت انمي نوروغاني نو اسوبي، السبب لانه الشخصيات اللي بيه حلوة، وهذه هذا الاستعجال. ايش استفدت انا لما رديتي علي في 47 ثانية، لدرجة واضح انك ما قريت السؤال، وبس شفت كلمة انمي على طول قلتي الانمي اللي في راسي. واللي خلينا اقول كذا هو انك كاتبة السبب لانه الشخصيات اللي بيه حلوة، يعني هذا اغبى انمي لانه شخصياته حلوة ولا كيف يا مديرة؟ ما هذا الهراء؟ خليني على جنب وانا بس متابعة سبيس تون واحس اني اوتاكو. مين قال لك واجب ترد على ستوري حقي اذا ما عندك شيء تقولي يا مديرة؟ سوي نفسك ما قريتي، ما هذا يا قوم؟ المفروض انها اغبى انميات، وبقدرة قادر شكلها بتنقلب الى اغبى الردود. الزبدة نشوف اللي بعدها يمكن يعوضنا. كوي و آمي آميغا و وات، ماني عارف اقراها، بتدرب عليها بعدين ارجع لك، وعد ما راح اسحب عليك يا مدير. اغبى انمي تابعته صراحه يوغي، امسك ورقه وارميها وخلص الانمي. فيس يضحك يضحك يضحك. ايها الاحمق لقد فعلت ورقه الفخ الخاصه بي عند ذكر ان انمي يوغي غبي تتفعل قدره فارس التكييس الاسطى. فين كنا؟ اغبى انمي تابعته بحياتي هو ميدوريا ديز، ما ادري اذا نطقته صح. فكرته غريبه والكاتب شكله كان سكران لما سواه، ما اعرف ليش بس احس اني شفت ذا الانمي او مر علي اسمه. خلينا نشيك مع بعض ونشوف ليش الكاتب سكران. اوكي فهمت ليش الانمي غبي. فهمت. لا حول ولا قوه الا بالله. بطل الانمي في يده في بنت، خلصت الافكار حرفيا. نرجع لصاحبنا كوي و اميا غاريغا نو يو ماشي. نرجع لك بعدين. اودا سينا حرقت لها بالله نوبوناغا، بسبب انه البطل كان انسان وتحول كلب حرفيا، وما ابي اشوف كلاب زيادة بحياتي. هذا واضح انه عايش حياة كل اللي حوله يكرههم ويشوفهم كلاب، لا حول ولا قوة الا بالله. المهم اتذكر الانمي ذا واستغربت انهم حولوا شخصية عظيمة عندهم اللي هي اودا نوبوناغا الى كلب. الى اين يا كوكب اليابان؟ ون بيس. وذلك بسبب الفكرة تبعت الانمي، فكرة متناقضة جدا، وبالاضافة الى اني كنت انحرم من الانمي بسببه. فيس مبتسم نص ابتسامة وتقهر ابتسامته جدا، وفيس يبكي وقلب مكسور، ضيعت عمري عليه قلب مكسور وفيس مبتسم ابتسامة مستفزة وتقهر جدا. المهم ون بيس عمك، انمي ون بيس طويل وفيه تمطيط مبالغ فيه. ون بيس عمك انت بعد، ناروتو وبليتش وفيريتيل وكونان كل ابوهم في الارات. ناروتو عمك وبليتش عمك وفيريتيل كمان عمك وكونان. ايوه فين كنا؟ اتاك وديث نوت ما في الا كل الانميات اللي ذكرتها عمانك، مش واقرا كلامك كله الا كونان مو عمك. امزح ترى، يعني كونان انمي جميل جدا ويرفع الضغط ومستفز صوت كونان صراحه. هانتر اسوأ انمي شفته، اعطوه اكبر من حجمه بشكل متخلف، والاغبى من هيك البطل يا رباه كميه الغباء بيجون المقرف. فانز هانتر انا جاهزة. اوكي وضحت الفكرة، جاهة تضاربي بس، مع انك تعرف انه هانتر عمي. يعني احنا قناة تسمح للجميع بابداء ارائهم في كل الانميات، عشان كذا لازم نحترم رأيك ونقول لك هانتر عمي غصبا. كوي و اميغا رينو يو، يعني بتدرب اكثر وارجع لك. كونان لان كل حلقه نفس الوضع، فيس فضائي ويدين تسلم على بعض. اعتقد والله اعلم انه كلامك صحيح، مو مره صحيح بس يعني فعلا كونان. نزور مكان نشوف واحد ينقتل، نكتشف الغامضه والمثير، نستنتج بالمحقق كونان. السبب انه الحلقات متشابهه ونفس كلام اللي قبلها. ون بيس وهجوم العمالقه وناروتو معا نحو المشى. السلام.
اوكي ما اعرف اسمه، بس كان البطل الشخص اللي يتابع انمي مع كذا شخصية بنت. انت رد علي وكاتب لي عن انمي ما تعرف اسمه، والمفروض يعني اخمن ولا كيف؟ ايش اسوي بالله في هذه الحالات؟ اقول ما يا المدير نشوف جوجل. البطل الشخص اللي يتابع الانمي مع كذا شخصية بنت، هل تقصد؟ اقول ما يا مدير شتاينز جيت، انمي يلحس المخ. قول الاسم صح اول بعدين تعال قول عنه غبي. وبعدين انمي ذا اسطوري، بس عقلك صاحب الاي كيو المرتفع ما قدر يفهم. انمي مره معفن، لو تشوفه يمكن تعتزل انمي بعده، سخيف بدرجه تنرفز. تخيل واحده من البنات اللي بالانمي بس لمسها البطل حملت منه. يا ساتر يا ليت حملت، بس لا جاها الطلق وبتولد في نفس اللحظه اللي لمسها. لا اله الا الله، لازم اشوف بنفس الانمي ذا. وطبعا يعني عشان التجربه العلميه وعشان اعلمكم بنتائج تجربتي مو عشان اي شيء. ايوه والله حملت من جد. دقيقة لازم اعيد اللقطة دي، لازم ارفع الصوت كمان عشان نتأكد. حملت من جد يا قوم. تقول حتولد خلاص. والله الولادة طلعت سهلة. انمي اسمه انا وكلبي، كويس انتبهت انه كلامي كثير، والله ما اقرا بس من جدكم. انا وكلبي وين ايام انا واخي شوق يدفع يعني الى اخره. بس احتراما لي انك كتبت كثير، اعطيك دقيقة كاملة خلي المتابعين يشوفوا ردك. اوكي كفي. كوي وا اميغاري نو يون. يا صبر ايوب بس انتاما فيس مغطي فمه، السبب ماله داعي، عطيته فرصة لين الحلقات 200 وفوق ما قدرت اكمل. وربي مرة تافه فيس، حيوان دلخ متسدح، بس احب البطل وشخصية. انتاما عمك بس حسامحك عشان تحب البطل. نعم جنتوكي اسطورة ما فيها كلام، والمقطع اليوم برعاية كلمة عمك. نايس. كن جديدة على جماعة الانمي الصغيرة وكتبت قصة حياتي دي، والله ما اقراها. بيج هانتر، هذه مشاركة من اخويا ابو سعود، واللي واضح انه فاهم غلط ومو داري عن الهرجة. خليك في التصوير يا مدير بما انك فنان فيه وكذا، وخلي الانمي الاهل. ديابلو كلوفرز، قصته باختصار بنت نقلت بيت جديد مع 6 اخوان كلهم خاقين عليها، بعدين قابلت 4 اخوان ثانيين كلهم خاقين عليها ومن زينها ولا من زين شخصيتها يعني. يا رب لا اعتذر للي يحبوا الانمي، كلكم ذوقكم زفت. بس حوله قلوب ويد مسوية حركة التمام او ما يدعى بي انا اوريك. من صورة حسابك نقدر نستنتج انك بنت، ومن هذا المنطلق ولانك تكرهي انمي بطلته بنت ويحبوها 6 وكمان غير 6 يحبوها 4 اخرين، نقدر نستنتج انك مقهورة ونفسك تكوني مكانها. وكل ما تشوفي البنت والانمي تقعد تدعي عليها وتطالعي في المراية وتتذكري انه حتى اخوك الصغير لما تقولي له تحبني يقول لك هذه حلاوة. ولا حول ولا قوة الا بالله. المهم صبرا اخيتي، والانمي معفن اتفق على الاقل من وصفي. وهذا كان اخر انمي، حط لايك واشترك وانشر المقطع للجميع حتى ينتشر الغباء في هذا العالم.